الى كل جزائري او مغربي، الى كنتي مغربي او جزائري تفرج في هذا الفيديو لانه كيهمك. انا دائما ما كنبغي نحط هذا الفيديو ولكن كنعكز عليه صراحه، ضرني خاطري. انا كمواطن مغربي والحمد لله كنفتخر بكوني مغربي وعاشت المملكه المغربيه الشريفه ولا عاش من خانها. خوتي دائما ما كنصل لكم الاحداث ديال مدينه مراكش باستمرار، كنفتخر ببلادي وكنفتخر بكوني مغربي، ولكن كتلقى بزاف ديال التعاليق اللي هي غير ايجابيه، يعني التعاليق سلبيه من عند خوتنا الجزائريين. لهذا قررت انني غادي نحط واحد الفيديو قصير. شنو قلت فيها سيدي؟ انا صراحه ما كنت كنظن انه هذاك الفيديو غيطلع بداك الشكل هذاك. ما علينا، قلت فيه تحيه لكل عربي مسلم، لكل خوتنا الجزائريين وخوتنا التونسيين والليبيين وكذلك المغاربه الاحرار، ياك. فاذا به اكتشفت ان ديك الفيديو ما توقعت انه غيطلع بداك الطريقه، يعني تبارك الله تفرجوا فيه بزاف ديال الناس، ولكن التعاليق كل واش تيقول تعاليق بزاف، ما عرفتش كل واحد والراي ديالو، كل واحد وكيفاش كيعلق. كاين اللي تيقول لك شكرا خويا محمد على التحيه ديالك، وكاين اللي تيقول لك العكس، علاش حييتي هذوك الناس لانهم دائما ما كيحاولوا انهم يقسموا بلادنا. انا ما هضرتش على النظام الجزائري، انا هضرت على الشعب الجزائري، قلت لهم تحيه اليكم. وصراحه نبداو بالتعليق الاول من عند الجزائري. شنو قالت لي؟ حياك الله اخينا الفاضل المغربي المحترم، يحيي اخوتي الجزائريين، تحيه طيبه من عند جميع الجزائريين. وندوزو للتعليق الثاني، وتحية من الجزائر لإخواننا بالمغرب، نصيحتي للمغاربة لا تنساقوا وراء الفتنة، لأن الفيديوهات المنشورة ليست للمغاربة ولا للجزائريين وحتى التعليقات، والفتنة أشد من القتل، لا تسمحوا بالتفرقة بين البلدين، سنسأل يوم القيامة. صراحة التعليق هذا عجبني. خوتي المغاربة وخوتي الجزائريين، أنا كنحييكم أينما كنتم ارتحلتم. وصراحة أنا علاش درت هذا الفيديو؟ لأنني دائما ما كنشر الأحداث ديال مدينة مراكش باستمرار، لأنها بلادي وبكوني مغربي كنفتخر أنني مغربي، ياك. ولكن علاش كنلقى التعليق سلبية من عند الجزائري؟ شنو تيقول لك؟ تيقول لك أسيدي المغرب طاكوس ما طاكوس. أنا هذا الأمر هذا ما فهمتوش، ودائما كنلقى هذا الموضوع ديال الطاكوس كيتحط لي في التعليق بزاف، ياك. أنا هذا الأمر ديال الطاكوس والله ماني فاهمه، علاش؟ لأن ما فهمتش علاش أنا شنو زعما الموضوع، علاش؟ شنو هو الهدف من داك التعليق؟ ودائما ما كنلقى بزاف ديال التعليق، شي سلبيه شي ايجابيه. انا الحمد لله غادي نقولها لكم، ولا كنعاود نقولها لكم، انا كمغربي كنفتخر بكوني مغربي، الحمد لله. كما انت جزائري كتفتخر انك جزائري، وكذلك انا كمغربي كنفتخر بكوني مغربي. ودائما كنقول لكم شعارنا الخالد اللي هو عاشت المملكه المغربيه الشريفه ولا عاش من خانها ولا غالب الا الله وعاش الملك. ولكن اخوتي صراحه كيبقى في الحال ملي كنشوف الجزائريين كيحطوا لي تعليق سلبيه، انا ما كنجبدكمش اصاحبي، انا دائما ما كنتفادى هذيك القضيه ديال انني نسبكم ولا نعايركم، لانكم اصاحبي شوف حنا خوت كنبقاو خوت في الاخير كنبقاو خوت، راه ما كاينش الفرق. كاملنا كنقولوا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، كاملها عرب. ولهذا اخوتي كنتمنى هذا الفيديو اذا كانوا فيه شي تعليق يكونوا تعليق ايجابيه، يعني التعليق السلبيه ما كنبغيوهاش، وبغينا الحمد لله تكون ما تكونش الفتنه صاحبي. علاش حنا انا كنحط شوف انا صراحه كنشوف ان الجزائريين بزاف منهم كيحطوا لي تعليق سلبيه بدون سبب، والله ما كنجبدهم بالله. دائما كنقول احيي خوتنا الجزائريين، تحيه لهم تحيه لهم تحيه لهم، فهمتي؟ دائما ديديكاس لهم، يعني للجزائريين الاحرار، انا كنهضر على الجزائر الاحرار اللي هما ضد الفتنه، وكذلك المغاربه الحمد لله حنا ولاد البلاد. وانا بكوني مغربي اقسم بالله الا كنفتخر بكوني مغربي، لان الحمد لله المغرب بلد العز، بلد الكرم، بلد الخير. اي واحد كيجي للمغرب كيفرح، لان شحال واحد تيقول لك لا المغرب راه بلد الجنسيه، بلد تا 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 الى اخره. شوف راه الدوله باش كتمتاز؟ باش بحسن الضيافه، بالامن والامان والسلم والسلام، ويكون فيها كي تنقولوا مرافق عموميه، فين كيمشي الناس يتجولوا، يعني فاش كتجي السياحه هذا هو. ماشي ندا انا كنحط فيديو تنقول لك مثلا انا كنفتخر بكوني مغربي، وكنحط لك واحد الفيديو على بلادي، وكنفتخر بواحد القنت، يعني مثلا عندي واحد البلاصه كنصورها كتعجبني شخصيا، كنفرح انني نعطي واحد الصوره زوينه على بلادي، ولكن كتلقى داك الجزائريين كيجيو كيبقى يحط لك تعاليق سلبيه. علاش؟ شنو هو الموضوع من داك الشيء؟ شنو هو الهدف على انك غادي تحط لي تعليق سلبي؟ أنا ما كنهضرش على الجميع، أنا كنهضر يعني واحد النسبة معينة. الحمد لله كاينين جزائريين أقسم بالله إلا من أطيب خلق الله، لأن صاحبي هكا داير العالم، ماشي العرب، العالم هكا كتلقى الناس زوينين وناس شوية، فهمتي؟ يعني كيف تنقولوا الأدمغة مختلفة، يعني الرؤوس كل واحد شنو كيدير ليه في الطونطون ديالو،
ولهذا اخوتي واخواتي كنحييكم اينما كنتم وارتحلتم. ودائما شعارنا الخالد عاشت المملكة المغربية الشريفة ولا عاش من خانها ولا غالب الا الله. اخوتي اليكم احلى التحية والتقدير، الى كل جزائري، الى كل عربي مسلم، الى كل مصري تونسي مهما كانت الجنسية ديالو، كنحييه من هذا المنبر. وتحية اخوتي المغاربة اينما كانوا وارتحلوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي قبل ما نسالوا الفيديو ديالنا، اذا تفرجت في الفيديو ما تنساش واحد لايك، وخوتي ما تنساوش تدعمونا وتحفزونا، وما تنساوش تخليونا واحد التعليق وعطونا الراي ديالكم في الموضوع. واش من حقي انني نحط هذا الفيديو ونهضر فيه ولا ماشي من حقي؟ واليكم احلى تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.